سؤال برضو عن بقى اتنين مخطوبين عنده مشكلة كبيرة في العصبية. ولما بحس لما بتعصب بحس اني بوظت المجهود رغم ان هو بيجاهد. طبعا لو هي المشكلة بس في العصبية وانت معترف ان انت عصبي عالج الموضوع وعالجه بطريقة مظبوطة. وفي مشاكل في الطرفين لازم كل الطرفين يشتغلوا عليها مع بعض. يعني انت عارفة خطيبك بيتعصب، بلاش تغيظيه، بلاش توصليه لمرحلة الايه العصبية، لازم تمهديله الموضوع كده سنة بسنة. تقولي بص انا عايز اكلمك في موضوع بس عايزك تكون هادي شوي، يفهم ان هو ايه لازم يمسك اعصاب. فلازم نشتغل على بعض الحاجات من الطرفين، لان برضو ساعات طرف يفضل يضغط على التاني يضغط على التاني يضغط على التاني لغايه لما ينفجر ويقول شفت بقى اهو، ما هو لو لوح تلج كان هيتعصب غالبا برضو. فلازم الطرفين يشتغلوا على عيوب بعض. نمره واحد. نمره اتنين بالنسبه للعصبيه، عصبيه يعني انفعال، يعني الواحد بيتكلم بالعقل، الواحد بيتكلم بانفعال انفعل. فغالبا الكلام اللي بيطلع بانفعال نسبة العقل فيه بتبقى قليلة، عشان كده ساعات الواحد يرجع يقول انا مش عارف ايه اللي خلاني اقول كده. لما يهدى شوية ويعقل بقى اللي اتقال يقول انا ايه اللي خلاني اقول كده. وساعات كلام العصبية بيطلع فيه الحاجات اللي احنا مش عارفين او مش بنحب نطلعها، يطلع فيها الأنانية، يطلع فيها الغيرة، لأن ساعتها العقل إيه مشلول شوية والعاطفة هي اللي بتخرج الكلام. اشتغلوا على الموضوع، وإنت لازم تشتغل على الموضوع، لأن إنت سواء كملت مع خطيبتك ديت أو جيت خطبت تاني العصبية مش حلوة. عشان ما إنت تتعصب في شغلك، هتتعصب في بيتك، هتتعصب في المواصلات، هتتعصب في أي حاجة. فالعصبية عيب محتاج نعالجه، وله الطرق بتاعته مع المشورة أو حتى مع بعض الأطباء النفسيين. بنتعلم إزاي نفكر قبل ما نتكلم، إزاي نمسك الكلام، إزاي نوقف ونتكلم بعدين لما نهدى، نكتب كده الحاجات اللي بتعصبنا، ننبه اللي قدامنا نقول له بص كفاية كلام في الموضوع ده، لحسنها ابتديت إيه في علامات بتبان، تلاقي مثلا رقبتك بتتهز، تلاقي تحس ان الدم ابتدى يغلي كده في نفوخك، في علامات فيزيكال بتبان ان انا ابتديت اخش في مرحله العصبيه. فاول ما الاقي العلامات ديت ابتدي اوقف كلام، افهم ان انا داخل في السكه اللي ما فيهاش رجعه، فالحق نفسي شويه. فدي كلها ليها تدريب، بس انت لازم تعملها، لاني زي ما بقول لك كده 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 ده حاجه مش لطيفه في شخصيتك، سواء في الجواز أو في الشغل أو في العمل أو مع الجيران أو في المواصلات إلى آخره.